بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد. السادة الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التي يعقدها قسم الدعوة والإرشاد في هيئة علماء المسلمين في العراق، والتي جاءت لتسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو موضوع نصائح لطالب العلم. يقدمه الدكتور علي المراجدة، الأستاذ في جامعة البلقاء التطبيقية. والأستاذ علي المراجدة هو داعية وناشط في قضايا الشباب، ولديه العديد من المبادرات والنشاطات ذات أهداف متنوعة، ومنها موقعه ولي غاية. فليتفضل مشكورا لإلقاء محاضرته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أشكر الجميع، أشكر قناة الرافدين، أشكر هيئة علماء المسلمين في العراق، أشكركم جميعا لهذا الحضور، فأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم في هذا الحفل الكريم وهذا اللقاء المبارك، لنتحدث عن العلم وعن طالب العلم وعن النصائح لطالب العلم من خلال الخبرة اللي اكتسبناها في الحياة في مجال الدعوة. ابتداء، يجب أن يعرف طالب العلم مقامه عند رب العالمين. فإذا علمت مقامك عند الله تبين لك الغاية التي خلقت لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فطالب العلم فيما بعد هو العالم الذي سوف يأخذ بأيدي الناس، بقلوب الناس، بأرواح الناس إلى رب الناس. فأول شيء يجب أن يستشعر دائما أنه هذا طالب العلم، أنه في علم التوحيد، طالب العلم هو يطلب رب العالمين، هو يطلب الله، يطلب العليم من خلال العلم. فالمقصد تبعك عظيم، وهو طلب الله سبحانه وتعالى من خلال العلم. أما إذا يعني الإنسان بده يأخذ بعين الاعتبار طلب العلم فقط أجل الحصول على شهادة، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أنت حسب سعيك، حسب مرادك، حسب نيتك بالحياة. فقبل أن أزف إلى النصائح، سوف نتحدث عن وضع طالب العلم، خصوصية طالب العلم، مقام طالب العلم عند رب العالمين. هو سبحانه وتعالى جعل العلماء مع الملائكة شهداء على وحدانيته، إذ قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هاي الشهادة شهادة عظيمة. الإنسان صاحب العلم انحط بمصاف الملائكة في الشهادة لرب العالمين بالوحدانية. وهذه الشهادة اللي استخدمها رب العالمين من خلال طالب العلم ومن خلال العلماء شهادة عظيمة جدا، وسوف يسأل عنها في القيامة، وسوف نأتي إلى القيامة كيف راح يكون وضعك أنت كعالم بين الناس، ولا سيما أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم ورثة الأنبياء. وفي كلامه صلى الله عليه وسلم عندما قال: العلماء ورثة الأنبياء، وهي قيمة إليك كطالب علم يجب أن تستشعرها، أنك يعني إذا قمت بها وأديت الأمانة كما هي سوف تكون في جوار الأنبياء وفي مقدمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرفعة التي يرفعها رب العباد سبحانه وتعالى لطالب العلم وللعلماء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حقيقة يعني إحنا في الدنيا هون عندنا أمثلة بتشير للآخرة. الدرجات في الدنيا هون أنك تكون أنت قريب من ملك أو قريب من سلطان أو قريب من وزير، أنت بتفتخر فيها بالدنيا هاي وبتعتز فيها وبتحبها. الناس بيحبوا اللي هو القرب من أصحاب المناصب وأصحاب الملوك والسيادة والريادة. فكيف بك إذا كنت في هذا العلم وأنت كل ما بتقرأ سطر تستشعر أنك في معية الله وأنك قريب من رب العباد سبحانه وتعالى. وسوف نأتي الآن إلى النصائح. كلما زدت تقوى كلما زدت قربا من رب العالمين. الآن بس بدي إياك هيك، يعني أنت في داخل نفسك تستشعر، وأنا بطلب العلم قيمتي عند رب العالمين. كل درجة في الجنة
كما بين سماء وسماء. كل ما كان في داخلك طلب العلم، النية مستشعر، وهي نصيحة الأولى بدي أقدمها من خلال المقدمة لأهمية طلب العلم، أن تكون نواياك لله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واحد هاجر وواحد هاجر، واحد كان مطلوب ومقصود ومراد رب العالمين ونصرة الإسلام، وواحد كان مطلوبه أنه يتزوج، هذا أخذ الزواج وهذا كان حط في مصف الأنبياء في جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت بتقرر هذا الشيء، وهذا نأتي هنا إلى العمل القلبي. أنت بدك تنظر لقلبك وتنظر لنواياك وتدير بالك على حالك. ما حدا راح يدير باله على قلبك أكثر من نفسك، وهي برضو من النصائح اللي بدنا نقدمها لطالب العلم، مراقبة القلب والنوايا. طالب العلم والعالم لا ينتهي دوره في الدنيا، وإنما يبقى متصلا في القيامة. فرب العالمين جعل أهل العلم في القيامة الناس مضطربون في أحوالهم، في أهوالهم، في وضعهم اللي هم فيه. والقيامة يعني لا أستطيع أن أتحدث عنها بهذا المقام، لكن لك أن تتخيل أن السماء تتشقق والأرض بتتغير والشمس تدنو من الرؤوس، والناس يقولون يا رب سلم سلم. ثم يأتي رب العالمين يقول عن أهل العلم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. هناك قاعدين بتحدثوا مع الناس، بتحدثوا شو صار فيك أنت بالدنيا، وأنت شو صار فيك بالآخرة، وإيش اللي صار معك لحد الآن. يعني هناك أهل دعوة وإصلاح وأهل علم وإرشاد يتحدثون مع الخلق. ليش؟ لأنه هذا العلم عبارة عن رسوخ إليك وتدي إليك، كما هي الجبال أوتادا للأرض تحفظها أن تمور وأن تزول، فأنت في هذه الدنيا وتد ونور يهتدى بك. هيك بده يصير الوضع تبعك أنت، بدأ الناس تطلع عليك تنظر إليك، وبأخذ العلم منك وبأخذ الدين منك، العلم الشرعي، فأنت قدوة للناس. فما بنتهي عملك هون بالدنيا، بل يبقى لك شهادة وإلك اتصال في العالم الآخر. هذا العلم وصفه سبحانه وتعالى بالروح، ومثل ما تحدثنا قبل قليل أنه سبحانه وتعالى من أسماء العليم ومن أسماء الحكيم ومن أسماء الواسع، وكثيرا ما جمع هذه الأسماء في القرآن: والله واسع عليم، والله عليم حكيم، والله والحكمة مع اللطف حكيم خبير. هذا الجمع بين الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى لكي يبين للخلق برمته، وللعلماء كزمرة خاصة ورثة الأنبياء، إنه تجمع هذه الصفات في قلبك وفي عقلك وفي روحك، لأنك سوف تكون أنت عامل إحياء للناس. يقول سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنت بدك تصير نور هادي على منهاج النبوة، على منهاج حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة أنت بدك تتأسى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تكون سراج منير، مشان الناس لما يطلعوا عليك يأخذوا منك الهداية. ولذلك نأتي الآن ونزلف على النصائح لطالب العلم. أول نصيحة مثل ما ذكرنا قبل قليل، أنك يجب أن تراعي أنك وارث للنبوة. وحقيقة في هذا اللقاء بدي أركز على زماننا اللي احنا فيه، آخر الزمان والأحوال اللي احنا عايشين فيها. كل الكلام الذي تقدم يجب أن يجعل منك فيما بعد إنسان راسخ مستقر، لأنه هدف العلم هو مثل ما بنعرف جل جلاله جعل عالم الغيب والشهادة، فنحن في هذا العالم نرى أمور وإحنا متصلين بالعالم الآخر عالم الغيب، إحنا مش مفصولين عنه، كما أنه سبحانه وتعالى معنا وهو الذي معكم أينما كنتم. مش مثل ما قال الفلاسفة وقال بعض الناس أنه خلق الخلق وترك الخلق يشتغل لوحده، العقل اللي بيشتغل لحاله والذرة بتشتغل لحالها والمجرة بتشتغل لحالها. لا، رب العالمين نفى هذا الشيء كله وبين بالقرآن من الفاتحة للناس
كما بدأها بالحمد لله رب العالمين وأنهاها ختمها قل أعوذ برب الناس، وسور القرآن بتوحيد الربوبية أنه رب العالمين وأنه رب الناس بالخصوصية، يجب أن تعلم أنه سبحانه وتعالى هو الذي يدير كل شيء. الذرة ما بتجتمع مع الذرة إلا بعلم وبهداية سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وبالتالي أنت مش لوحدك، أنت معك رب العالمين، وهاي المعية بتزيد بالتقوى. فمن نصائحي لطالب العلم ملازمة التقوى ومراقبة النفس، تظلك دائما تسعى للتقوى. ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، ومعروف أنه أبو مش التقوى، أبو الورع، ما أكل من طعامه وشرابه في عام الرمادة، طعامه وشرابه حلاله ما أكلش منه خوفا أن يتأذى واحد من أبناء المسلمين، يكون واحد جيعان وهو يأكل ويشرب. وهذا أبو الورع كان يأتي عليه رضوان الله، كان يأتي إلى واحد من الصحابة ويقول له علمني التقوى، ما هي التقوى؟ فكان يقول له يا أمير المؤمنين هل لا أتيت إلى أرض فلا؟ قال نعم. قال كان فيها شوك؟ قال نعم، وهذا شوك صعب تبع الصحراء. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك هي التقوى، ذلك هي التقوى، أن تشمر وتجتهد، لا تضع قدمك إلا في موضع لا يؤذيك ولا يؤذي الآخرين، ولا سيما طالب العلم بتصير الناس تتطلع عليه وتنظر إله، ونظر الناس إليك عبادة، كما أن النظر إلى وجه العالم عبادة. فبدك تراعي هاي المسألة وهاي القضية. شمرت واجتهدت، وقال في ذلك القائل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. القضية المتعلقة بالتقوى لطالب العلم وأهل العلم إنه المعصية اللي بتعملها هي حجاب بينك وبين رب العالمين، كلا بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحجاب يبتدئ الآن هنا بالمعاصي، كل ما عصيت رب العالمين والعياذ بالله. أما الإنسان المتعمد يعني اللي أحيانا يجد الرخص ويجد بعض الفتاوى أنه لابد نعمل كذا وبصير كذا وبلف وبدور وبستخدم أسلوب أصحاب السبت من اليهود الذين كانوا يحتالون على الدين بالدين، وهذا ما نراه الآن يعني شائع في كثير من الأماكن. يجب أن يكون الإنسان تقيا ورعا، لأنه إذا التزمت بالتقوى ألزمك الله كلمة التقوى، وكان معك سبحانه وتعالى، ثم كان هو المعلم المباشر لك كما قال واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فكل أنت بدأت تصير الآن العلاقة بسموها بلغة الرياضيات علاقة طردية، كل ما زاد التقوى كل ما زاد العلم، كل ما كانت نواياك خالصة لله رب العالمين. يعني إحنا مثلا نأخذ الزمن اللي إحنا فيه، نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. لو نظرنا بالأنبياء والرسل، سيدنا موسى كانت الآية تبعته المعجزة العصا، شاع السحر فكانت معه العصا. سيدنا عيسى بن مريم عليهم السلام أجمعين كانت قضية الطب والكذا، فكان يشفيه يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي بإذن الله، فكانت هاي معجزته، معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة في زمن ساد فيه الانتقام. الرحمة في زمن ساد فيه الانتقام، شوف العالم حولك يموج ويهيج بالانتقام، الكل بينتقم من بعض البعض مع الأسف الشديد، طائفة بتنتقم من طائفة، وأصحاب علم مثل الدول اللي بسموهم المتقدمة الحضارية استخدموا العلم بالانتقام وقتل البشرية. فدورنا إحنا بده يكون دور أهل العلم وطلبة العلم أن نكون على منهاج وعلى خطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وهي النصيحة الأخرى لطالب العلم، أن يكون رحمة للناس بل رحمة للعالمين، رحمة للخلق. يعني لا أستطيع أن أحصي صور الرحمة التي كانت في قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، الذي رحم العدو ورحم الشجر ورحم الحجر ورحم الناقة والطائر، كل صور الرحمة تجلت وظهرت في صورته صلى الله عليه وسلم في حياته قبل البعثة وبعد البعثة.
صلى على كبير المنافقين الذي آذاه في نفسه وفي عرضه وفي دينه وفي عمله صباح مساء، واستغفر له حتى أن الله سبحانه وتعالى منعه من ذلك. أكبر صورة من صور الأذى، وأنت راح تشوف بحياتك كل ما بدك تصير بالدعوة وبالإصلاح راح تشوف صور متنوعة من الأذى. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. فكيف بدك تواجه هاي القضية؟ كيف بدك تواجه الخصم اللي أمامك أو الإنسان اللي بيناصبك العداء أو الإنسان المختلف معك بوجهة النظر أو المختلف معك بالمسألة الفقهية أو المسألة العلمية أو إلى آخره؟ إذا أنك أنت طبعا إن شاء الله نحن وإياكم نكون على هدى، متأكد من أنه أنت العلم اللي بين إيديك صحيح، وهذا مهم جدا، من وين تأخذ علمك وكيف تأخذ علمك والناس الثقات التي تثق بهم في أخذ العلم، وهي نصيحة أخرى. بدك ترحم من هو أمامك. الهدف عندنا بالدين لا نأخذ العلم للجدل كما فعل اليونان، وليس الهدف من العلم هي كثرة الكلام، فهذا من الشيء المنبوذ عندنا في الشريعة وفي الدين، القيل والقال وكثرة السؤال واللجاجة التي كانت في بعض الأمم. ولا أن نأذي بعضنا البعض. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. أكثر رسول أوذي من قومه سيدنا موسى عليه السلام، ومع الأسف الشديد بزمننا هذا اللي احنا فيه تجد هناك أناس يؤذون أصحاب العلم وأهل العلم والعلماء، مع الأسف. يعني إشارة بسيطة في سورة البقرة نذكرها، من أولها لآخرها سورة البقرة قامت على الإيمان، فتحت في الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، وختمت آمن الرسول، فهي مسورة بالإيمان لأن هذه الأمة قائمة على الإيمان. بينما بني إسرائيل رأوا ما رأوا من عجائب المعجزات وما آمنوا، وقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. شوف الفرق بين أمتنا، الأمة الخيرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، وإن شاء الله نكون نحن وإياكم من أهل الخير الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى لو قل الخير في الأرض، وحتى لو عم الفساد، وحتى لو اذهمت الظلمات، فلا بد أن يكون هناك فجرا. إن موعدكم الصبح، أو إن موعدهم الصبح، قالوا أليس الصبح بقريب؟ إحنا موعدنا إن شاء الله الفرج والنصر، سوف يكون هناك صبح بعد هذه المسائل اللي ألمت بالأمة، وبعد هذه المصائب التي ألمت بالأمة. فدورنا إحنا كطلاب علم أن نكون رحمة للعالمين، وما نأذي بعضنا البعض على اختلافات بسيطة، لأن رحم الإسلام وسع كل الاختلافات الموجودة، بل ووسع كل الأمم التي سبقتنا، ووسع كل من هو غيرنا، حتى من يخالفنا في الدين ومن يخالفنا في وجهة النظر. يعني بالعادة اللي بتشوفه في يعني وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات الفضائية وكأنها ملاحم تاريخية بين الناس بعضهم البعض، على أساس أنه الواحد يثبت وجهة نظره أو أنه ذا دليل صحيح، لكن هو الأمر ليس كذلك. لو أخذنا من خالفونا في الدين مثل النصارى، النبي صلى الله عليه وسلم بأول البعثة بعث مجموعة من صحابته للحبشة، أمنهم في دولة نصرانية، هذا التعايش مع الآخر. كيف نتعايش مع الآخر؟ إذا كنت أنا ملتزم وصاحب علم كيف نتعايش مع الآخر؟ هل بصورة النبذ ولأنه أنا أفضل منه علشان أنا كذا؟ لا، هو ربنا عافاك، هاي أول قضية، وجعلك من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين، رب العالمين علمك لأنه وجد فيك خير، وهذا الخير بده يستخدمك سبحانه وتعالى على منهاج ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، حتى تكون دليلا للضالين ودليل للتائهين. هذا هو الأساس. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في عملية الحوار والنقاش مع أهل الكتاب؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يعني ركز على دائما، أنت لما تيجي مثلا فيما بعد ويجيك العلم ورب العالمين علمك وتصير فقيه كبير أو عالم نحرير، الهدف تبعك مش أنك تلغي الآخر، الهدف تبعك أنك تأخذ بإيد الآخر لرب العالمين. وهذا يأتي الآن نصيحتنا الأخرى، وهي هدف النبوات توجيه القلوب إلى الله، وهدفك أنت كطالب علم أن تأخذ بقلوب العباد إلى رب العباد، على الرغم أنه في بعض الأحيان في ناس يعني بيخطئوا بهذه القضية،
فبصير توجهاته لشيخه، أو توجهاته للعالم اللي علمه، أو توجهاته للمدرسة اللي درس فيها، أو توجهاته للطائفة اللي هو فيها. يعني نرى نحن، يعني ولا أريد أن يعني أنا أتوسع كثيرا، من الآفات التي أصابت هذه الأمة في آخر الزمان اللي هو كثرة الاختلافات، وهذه الاختلافات التي تقود إلى النزاعات، القتال، والقتال الذي قتلنا في آخر الزمان، صرنا نقاتل بعضنا البعض لدرجة أنه خصمنا بعد 2003 في العراق ماذا قال؟ لن نخوض حربا ضد ما سموهم الإرهاب، قصدهم المسلمين اللي هو إحنا، ولكن هم راح يذبحوا بعضهم البعض. من هذاك اليوم لهذا اليوم والعالم الإسلامي بيشتبك ببعض البعض كما كان على سالف عهده قبل النبوة، عندما كان يقاتل الغساسنة في جهة الشام، أهل اليمن المنادرة في جهة اليمن، هؤلاء يتبعون إلى دول وهؤلاء يتبعون إلى دول وبقاتلوا بعضهم البعض، بس هذول ما كان عندهم هداية ولا كان عندهم دين. أما نحن أهل الهداية وأهل الدين، ما بالنا أصبحنا في هذا الشتات وفي هذا التيه. لابد أن يكون في قلوبنا وفي نوايانا أن لا يكون الاختلاف هو أساس. إحنا طلبنا الحق وطالبين الحق سبحانه وتعالى من خلال العلم، فلا بد أن نأخذ بأيدي الناس إلى ما يؤلف الناس. وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هناك من كان يسكت عن بعض مسائل وهو على حق، ولا أريد أن أخوض في مسائل كثيرة الآن، لكن أنا هدفي أنه من خلال هذه الجلسة نصائحي لطلبة العلم، يعني العنوان المحاضرة كي نخرج مما نحن فيه. لما أنا بدي أجي يكون عندي غايات في الحياة ومقاصد في الحياة وأهداف بالحياة، حط بهدفك وبقلبك وبوجدانك أن تخرج الأمة مما هي فيه، فسوف تكون في مصاف الأنبياء وفي جوارهم في مقدمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أضرب مثل مع الفارق، زيد بن عمرو بن نفيل كان قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث عن الحقيقة، وأثناء ذلك خرج من مكة سافر، وكان معروف أنه هذا الوحيد الذي كان على التوحيد في مكة قاطبة. وبعد ما وصل يعني لمكان في راهب أو في كاهن أو كذا، يعني إما حبرا يهودي أو نصراني، فسأله فنبأه بأنه سوف يخرج نبي من المكان الذي أتى منه، فعاد وهو في الطريق قتل. العبرة الآن للقصة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعد البعثة ماذا فعل بزيد بن عمرو بن نفيل، قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. إذا كان بقلبك ومن أهدافك إنك تخرج الأمة من اللي هي فيه، وموتت على هذه النية وعلى هذا الفعل وعلى هذا العمل وعلى هذا الجهد حتى لو ما حققته، تبعث يوم القيامة إن شاء الله أمة وحدك، يبعث يوم القيامة أمة وحدة. طيب وفقط انتهى المسألة؟ لا، ابنه من كبار العشر المبشرين بالجنة سعيد بن زيد، معروف من السابقين. يعني هذا الإنسان اللي مات وبعده ما في نبوة ولا في بعثة، بعد أن مات وانتهى من الحياة انتهى أثره؟ ما انتهى أثره، جعل رب العالمين في سلالته وفي نسله من حملوا الرسالة وكانوا مؤسسين مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في البعثة. هذا الأمر بجعلنا أنه نجدد نوايانا ونفكر بأنفسنا ونشوف مقاصدنا ونعرف كيف، يعني لابد رب العالمين أن يأتي بالفرج على هذه الأمة، فنسأله أن يكون على أيدينا، أن يكون على أيدينا إن شاء الله. من الأشياء المهمة جدا، وهي قضية مهمة، يعني من أحد النصائح اللي أنتوا لازم تأخذوا فيها مباشرة وتتواصلوا فيها مع إخوانكم في دولكم المتنوعة، وهذا من فضل المجلس اللي احنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، أنه هذا العلم لا يؤخذ إلا بالأسانيد. علمنا الشرعي ما في اجتهادات شخصية، يعني أنه أنا بدي اجتهد بعالم الغيب مثل ما بعضكم بلاحظ بالقنوات الفضائية في هذا الزمان. في ناس بزماننا الآن بيجتهد بعالم الغيب، ومنهم من لغى البرزخ، ومنهم من لغى الصراط، ومنهم من لغى العذاب البرزخ، ومنهم من لغى ولغى ولغى ولغى، مش بحاجة أنه احنا نفوت بهذه المسألة، ولكن لا يجوز أن اجتهد فيما لا اجتهاد فيه. الوحي لما يجي يقول لي أنه في كذا وكذا، والوحي هو الكتاب والسنة، وابتلينا في آخر الزمان بالقرآنيين
الذين أنكروا السنة جملة وتفصيلة. نسأل الله العفو والعافية والسلام وحسن الختام. فأنت كمان يجب أن يكون لك منهج في أخذ العلم، والمنهج لابد أن تكون ذا لبابة وعقل الرشيد في أخذ العلم بالأسانيد. ومعروف أن الأمة على مر الزمان مرت بعواصف ومرت بمراحل. مثلا في زمن الدولة العباسية طلعوا ناس يتحدثوا بأحاديث من عندهم، وكانوا منهم مقصودين من خارج الدين، إساءة إلى الدين، يعني دخلوا فيه تقية مثل الفرس، وأرادوا أن يدخلوا بعض الأمور في الدين وأن يحرفوا. ومعروف أنه أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة تصدى لهذه المسألة عن طريق المعتزلة ومسألة خلق القرآن. الآن هاي القضية بهذاك الوقت يعني كانت معركة، هي مش مثل ما نتحدث فيها الآن في داخل هيك استوديو والمكيفات والجلسة الجميلة، بل جلد ومن أقرانه من قتل. هو عارف أنه العلم اللي بين أيديه هذا متصل بأسانيد، فلا يستطيع أن يقول لهذا الحق لا. أما الآخر فكان يعني يبطن العداء لهذا الإسلام، واستطاع أن يدخل الكثير من الأمور في هذه الأسانيد. بل ابن تيمية عليه رحمة الله كتب مؤلفا أحاديث القصاص اللي كانوا يجيبوا الكذب ودخلوه بالأسانيد. ولذلك أنت تجد أحيانا أنه في بعض الأمور يعني بهاي الأحاديث طبعا المعروف، يعني هذا العلم له ما له من رجال اللي يظل يدافعوا عنه على طول الزمان، لأنه رب العالمين يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد الأمة أمر دينها. معروف هذا الشيء، ديننا محفوظ بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن دورنا إحنا شو نعمل في هذا الحفظ. فبدك أنت لما تأخذ أي مسألة من المسائل لابد أن تتقصى الحقائق وأن تكون ذا فحاصة في عملية أخذ الدين، ولا سيما عن طريق الأسانيد. لماذا؟ لأنه نرى الآن على الفضائيات مما هب ودب في مسائل ما أنزل الله بها من سلطان. وحقيقة والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبه هؤلاء الناس، يعني رسالتنا من هذا المكان أن ينبههم وأن لا يكونوا متعمدين. مسألة بسيطة في قضية مثلا لو أخذنا بعضهم من أنكر مسألة البرزخ أو عذاب القبر أو نعيم القبر، هاي المسألة مسألة غيبية، وهو معلوم أن الغيب يعني يأتي. لو أردنا أن نضرب مثلا على ذلك، الغرفة التي بجانبنا أو القاعة التي بجانبنا بالنسبة لي غيب، وهذا الغيب لا يأتي إلا بأمرين. الأمر الأول أن أرى هذا الغيب، يعني أذهب إلى تلك الغرفة وأراها، مثل ما صار بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، رأى الجنة ورأى النار ورأى البرزخ ورأى لنريه من آياتنا، أو أنه يخبرني بها صادق أمين، ونبينا صادق أمين صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة الغيب. أما أن أجتهد بما داخل الغرفة فأستطيع أن أجتهد بما لا يحصى من الاجتهادات، فيها كتب فيها كذا فيها كذا، وهذا كله يأتي إلى الباطل. الاجتهاد مع الوحي. ولذلك يجب أن تكون يعني المسألة، وهي من مقامنا هذا يعني رسالة لكل العالم الإسلامي، ليس فقط لطلبة العلم، كل واحد يفتح على فضائية أو على وسيلة التواصل الاجتماعي ليسمع محاضرة، هو طالب علم الآن، وهذا الآن من ضمن المجموعة اللي احنا يعني مسؤولين عنهم في هذه المحاضرة وفي هذا اللقاء الكريم. كل إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله يجب أن يأخذ دينه عن ثقة. ما بصير أنه أجي الصبح أسأل واحد أقول هذا فلان بيحكي أنه ما في عذاب قبر، ما بصير أنه أجي أسأل شيخ بالمسجد أنه في واحد بيقول أنه مسألة الحياة في الجنة هي مسألة نفسية شعورية ليست مسألة حسية وهكذا. لا أريد أن أطيل، لكن والله مسألة خطيرة جدا. ويعني مثل ما قال سبحانه وتعالى في مسألة حادث الإفك، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مسألة عظيمة هاي قضايا الدين. يعني هذا الشخص، هذا الرجل، هذا المحدث خلنا نسميه أو الدكتور، لو يجي بالقيامة ورب العالمين سوف يسأل، وهي من النصائح اللي راح نقولها بعد شوي، وربنا سأله سبحانه وتعالى هل قلت هذا الشيء اللي أنت قلته للناس؟ القضية خطيرة جدا. هل قالها رسولي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالها. طب من أين أتيت بذلك؟ أنت لما تضرب عالم الغيب، الذين يؤمنون بالغيب، عندما تضرب عالم الغيب في علم الغيب ضربت الإيمانيات،
وإذا ضربت الإيمانيات هاي أول فواتح البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إيمان بالغيب. لما تضرب أنت الأوتاد التي في القلب وهي الإيمانيات، شوف أنت نفسه هذا الإنسان اللي بسمع هذا الكلام بعد فترة كيف بصير سلوكه. أنت دمرت المنظومة الإيمانية في قلبه. لذلك الأمر صعب جدا. جزاكم الله خير. من الأشياء المهمة جدا في طالب العلم كل ما زاد علمك يجب أن يزيد عطائك. يعني مثل ما صاحب الأموال عنده أموال عليها فريضة الزكاة وهناك الصدقات، فلا بد من طالب العلم أن يكمل هذا العلم بالتصدق فيه، وهو أول شيء إنك تتعاهد ناس تعلمهم، وإنك ما تحاول تبخل بهذا العلم. إحنا ما في عندنا بخل في الدين في مسألة التعليم، لابد الإنسان إنه ظلوا يعلم وما يخدش بعين الاعتبار بعض يعني مع الأسف بعض الناس. أنا والله هذا من الشيء اللي بعرفه، إنه يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا عني ولو آية. في بعض الناس بيقولك حتى تصير وحتى تصير وحتى ما فيش. إحنا عندنا أي نعم عندنا قضية تحصيل العلم واجب وضرورة، لكن التعليم هناك من هم يعني موجودين في بيئتك في مجتمعك في المكان اللي بتعيش فيه بحاجة لهذا العلم، فلا بد من مداومة تعليم الناس العلم الذي علمك إياه الله سبحانه وتعالى. والتصدق فيه، تصدق فيه تعطي وقت زيادة، ما تخليش في وقت محدد ساعة بالأسبوع أو شهر بالأسبوع، لا بد من هذا الشيء. من الأشياء المهمة لطالب العلم الصبر على تلقي العلم. الصبر حقيقة يعني وما النصر إلا صبر ساعة. هذا مش بس بالمواطن القتال والحروب، هذا في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام هم عائدون من أحد الغزوات قال عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، والجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس والحياة والهوى والشياطين. فبدك تصبر على طلب العلم، ولا تكتفي بمرحلة مثلا معينة يعني بأنه اكتملت وأخذت العلم الكامل، لأنه لا يوجد هناك إنسان يعني الآن بيناتنا بيقدر يقول عن نفسه أنه صار عالم. والدليل على ذلك سوف يأتي بعد قليل قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهم السلام. فلا بد أن تصبر على طلب العلم، ولا بد أن تواظب على طلب العلم، ولا بد أن تأخذ العلم من مصادر مختلفة ومراجع مختلفة وعلماء متنوعين حتى يحدث في داخلك التنوع الكبير. يجب على طالب العلم أن لا يزدر الناس، وأن يتصف بالاحترام والإجلال لمن أعطوه العلم اللي وصلوا له إياه، وللناس اللي هم أدنى منه. اللي علمك العلم هذا صار لك أب. الآباء ثلاث: أب أنجبك، وأب علمك، وأب زوجك. فهذا صار أب إلك وله فضل عليك، فلا بد أنك تدير بالك عليه وتظلك تحترمه وتوقره وتتواصل معه وتكون على تواصل فيه. إحنا بيناتنا رحم، هذا الرحم اللي هو الصلة بينك وبين الناس الأقران اللي حولك، من اللي أعطوك ومن اللي أخذوا منك ومن راحين يأخذوا منك. ربنا سبحانه وتعالى وصل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عملية التعامل مع المؤمنين اللي هو بعلمهم، قال واخفض جناحك للمؤمنين. الناس بدهم يجي يتعلموا عندك كيف تدير بالك عليهم، كيف تحتضنهم، كيف تعتبرهم زي كانهم أبناء لك وتراعيهم في حياتك. هذا أيضا دور المربي ودور الإنسان المعلم في هذه القضية. ألا تتكبر بالعلم، فإن العلم يعني كما قيل في كلام يرفع لسيدنا علي بن أبي طالب: كل إناء إذا وضعت فيه يضيق إلا إناء العلم إذا وضعت فيه يتسع. كل ما زاد علمك كل ما زادت سعتك، لازم يكون عندك سعة. وبالتالي كل ما زاد علمك يجب أن يزداد تواضعك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. صار يرفع بيده ينزل يده وتركهم، واحدة ترفع واحد تنزل. كل ما تواضعت كل ما رفعك رب العالمين. وأجمل الرفعة مثل ما ذكرنا قبل قليل اللي هي رفعة العلم: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. فلا بد ظلك متواضع، وهذا كله يتجلى في قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما ذهب لطلب العلم عن طريق الخضر. لو تأملنا في هذه القصة، قصة طلب العلم
من سيدنا موسى عليه السلام، نبي كبير من أولي العزم، كليم الله. يعني لو أخذنا بس القصة هيك بشكل مجرد، يعني المفروض أن الواحد بداخل نفسه يقول لك مش بحاجة أنه يتلقى العلم من شخص آخر، من شخص هو يتلقى العلم بالمباشر من خلال ربنا سبحانه وتعالى. وهذه يعني رفعة رفع فيها رب العالمين سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام، خصوصية كبيرة. ومع ذلك صارت الامتحان أنه وجد أنه هناك من هو في الأرض من هو أعلم منه. الآن انظر إلى مقدمة الآيات، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. لن أريد الآن، هذه القصة فيها ما فيها من الفوائد والنصائح ما لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى، ورح أظل فيها حتى نختم لقائنا هذا اليوم. أول قضية الآن تحدثنا عن الصبر، قال أو أمضي حقبة، والحقبة جمع، والجمع أقلها 3 والحقبة أقلها 80 عام. يعني لو أنا بقضي تقريبا 200-300 سنة وأنا بدور على العلم وببحث عنه، لابد أن أصل إلى هذا المصدر حتى أتأخذ عنه العلم. طيب سيدنا موسى عليه السلام أليس بنبي ورسول؟ ما هو نبي ورسول وعنده قومه وعنده رسالته وعنده مهماته، يعني مش أنه إنسان يعني ما عندوش إلا وقت فراغه وبده يروح يطلب العلم وراء أمة. ومع ذلك قال أو أمضي حقبة، هاي بيّنت الآية الحرص على طلب العلم ولو أفنيت عمرك. وهذا رسول الله من كباره للعزم من الرسل مثل ما ذكرنا. القضية الثانية لما وصل لعند هذا العبد الصالح وعرف أنه هذا الإنسان اللي رب العالمين أشار إله، والآن إحنا جايين على نتعلم منه، وقف وقفة التلميذ. طب وهو نبي يوحى إله ويكلم رب العالمين تكليمه، قال هل أتبعك؟ إذن العلم ماذا؟ اتباع. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ اتباع فيها أوامر وفيها نواهي وفيها شغل. اللي بعديها لما الآن شاف العلم اللي في داخل هذا الإنسان واللي رب العالمين من عليه فيه، اللي ما بيحيط فيه غير رب العالمين سبحانه وتعالى، نظر إليه هكذا وقال إنك لن تستطيع معي صبرا. تحدثنا عن الصبر قبل قليل، إنه الصبر هو السفينة والمطية التي سوف تمتطيها حتى تصل. مباشرة الآن هاي القصة وهي قاعدة تحدث أمامك، حط حالك بهاي القصة، وين صبرك؟ الآن التواضع اللي ذكرناه قبل قليل نجده في سيدنا موسى عليه السلام، هل أتبعك؟ ما يجي وقف قدامه بصورة الند للند، أنت عندك علم وأنا عندي علم وبدك تعلمني وكذا، لا لا، خلص بما أنه حط المسألة أنه أنا طالب علم، إذن لابد أن أتواضع. وهاي إحنا جربناها بحياتنا ولو مواقف بسيطة، إذا أنت شعرت بنفسك أنك مش بحاجة للأمامك لن تأخذ منه شيئا. بعديها لما قال له إنك لن تستطيع معي صبر، وتلطف به، وهذا أنت كإنسان إذا أصبحت معلم في المستقبل كيف تتلطف بمن هو حولك. ولاحظوا كل كلمة من الكلمات التي تحدثنا فيها من أول لقائنا إلى آخره نتحدث عن أسماء الله وحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، تتلطف أن تكون لطيف، وهو سبحانه وتعالى لطيف. العلم بده لطافة، العلم ما بده شدة. سبحانه وتعالى يقول الرحمن علم القرآن، استخدم صفة الرحمن الرحمانية في خلق الإنسان، علمه البيان، من هو؟ الرحمن سبحانه وتعالى. فالإنسان اللي بده يعلم الناس يجب أن يتصف بصفة الرحمة، وهو نتلطف به بعد ما 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 قال له يعني باللقاء المباشر الأول إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. إذن العلم وطلب العلم بحاجة للإحاطة وبحاجة للخبرة، والخبرة لن تأتي لصاحبها ولطالب العلم إلا بالمداومة والمزاولة ولقاء الناس ولقاء العلماء ولقاء التلاميذ. يعني هناك فرقا حقيقة بين من يأتي بخطبة الجمعة ويخطبها على المنبر ثم ينزل ويذهب إلى بيته، وبين الإنسان اللي هدفه من العلم اللي هو إيش؟ نفع البشرية. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا موسى لما الآن أتى إلى العبد الصالح، هو مش هدفه يأخذ العلم لنفسه، هو هدفه يأخذ العلم لينفع به الأمة. الوقت قد أزف، وأريد أن أختم في الحديث النبوي الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. العلم النافع يجب أن يكون العلم اللي نتعلمه نافع، الهدف فيه أن ننفع البشرية، والنافع من أسماء الله الحسنى. فالعلم النافع
يجب أن تتصف بأن تنفع به الخلق والبشرية برمتها، وهذا العلم لا ينقطع. تكون أنت في البرزخ في القبر وعلمك ماشي مع الدوام إلى قيام الساعة. نسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق وحسن الختام، ونسأل الله لنا ولكم أن يكون هذا اللقاء وجميع لقاءاتنا ابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الأفاضل، نشكر الأستاذ الدكتور علي المراجدة على هذه المحاضرة القيمة، ونفتح باب المداخلات إن وجدت. أنا فقط ملاحظة في نهاية المحاضرة، ورد ذكر لحديث ومفهوم السياق إيراد هذا الحديث، ولكن قد يشكل هذا على بعض طلبة العلم، وهو مشكل على مستوى أعلى، مشكل عند علماء ومشكل عند سلطات دينية رسمية وما إلى ذلك، ويستغل للأسف أحيانا لأغراض غير سليمة نبه عليها الأستاذ علي مراجدة في بداية حديثه، ألا وهو حديث عدنا من الجهاد الأكبر للأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا الحديث بداية هو ضعيف لا يحتج به، ولكن قد يقال بأنه في فضائل الأعمال يحتج به، وأنه المعنى صحيح. فعلا المعنى صحيح، ولكن من القواعد العامة في التعارض أو دفع التعارض أنه إذا كان المعنى صحيحا والسند ضعيفا يؤخذ به إلا يحدث إشكال ما يتعارض مع مفاهيم أخرى لأحاديث أخرى أو لقواعد عامة في الشريعة، وهذا الحديث للأسف يصطدم بقواعد عامة في الشريعة وبأحاديث أخرى. فالجهاد الأكبر في الإسلام هو جهاد اليد، جهاد السيف، جهاد السنان، ثم يليه بعد ذلك جهاد اللسان، والدرجة الأدنى هي جهاد القلب. بينما في هذا الحديث جعل الأمر معكوسا، ويسنده الحديث المشهور من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا يعارض حديث آخر وهو أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهنا صار أعظم الجهاد هو النطق بالحق، أي المرتبة الثانية من مراتب الجهاد. ولكن لما ترتب على هذا النطق تكملة الحديث هو أنه يقتل هذا الناصح، هذا الأمر المعروف من قبل هذا الطاغية والجائر، إذن هو قرر نصح باللسان وكان يعلم تماما أنه قد يعاقب على ذلك فتزهق نفسه، فاقترن بذلك فصار أعظم الجهاد، فكأنه شهر سيفه أمام هذا الجائر. فجمعا بين هذه الأحاديث وبين القواعد العامة في الشريعة نقول بأنه الجهاد الأكبر هو جهاد السيف القتال. أما المقارنة فهي صحيحة من حيث المعنى، لأن هنا التشبيه والمقارنة بين مختلفين، بين حكم الجهاد أو بين حالة الجهاد وبين حالة النفس والقلب، وهذا في مجال وهذا في مجال، فيمكن أن يفهم بهذا السياق، بمعنى أنه النفس تجاهد أنت نفسك من أجل أن تخرج الجهاد، يعني قد تكون من حيث الناحية العقلية مقتنعا بباب الجهاد وبحكم الجهاد ومشروعية الجهاد، لديك العدة والعدد، ولكن النفس تمنعك من الخروج. فإذا نظرنا لها من هذه الزاوية فنعم جاهدت نفسك جهادا كبيرا لتخرج إلى الجهاد الأكبر. وهكذا هناك يعني لفتات كثيرة في هذا الموضوع ممكن أنه تناقش في وقت آخر، ولكن للأسف يستغل هذا الحديث في زماننا الحاضر كما أشرتم في بداية محاضرتكم لتغيير المفاهيم للتهوين من موضوع الجهاد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أول شيء شكرا جزيلا، ومش بحاجة للتعليق، الدكتور يعني وضح المسألة، جزاه الله خير. نعم جزاكم الله خير. أيها الأخوة الكرام، وفي الختام لا يسعنا إلا أن أشكركم على المشاركة في هذه المحاضرة، ونشكر الأستاذ الدكتور علي المراجد على ما قدمه، وإلى الملتقى في محاضرات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.